الحصان الأبيض، حكاية من التراث المنغولي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت بلدة منغولية في شمال الصين غنية بحقولها الخضراء الشاسعة. وكان سكان هذه البلاد يعملون رعاة وأصحاب خيول وماشية منذ زمن بعيد. في هذه القرية المنغولية عاش راع فقير باسم سوهو، عاش مع جدته العجوز. نهارك سعيد يا جدتي. صباح الخير يا سوهو. ما أروع هذا اليوم. أنا ذاهب، تريدين شيئا؟ انتبه يا عزيزي. إلى اللقاء. كان سوهو شابا صغيرا مجتهدا وذكيا. كان يستيقظ كل صباح ويقود خرافه العشرين لترعى في الحقول. كان سوهو يحسن الغناء، وكان ذا صوت جميل يمتد إلى جميع أنحاء الحقول الخضراء. كل الرعاة يستمعون إلى غناء سوهو. وفي يوم من الأيام، وعندما كانت الشمس تميل إلى الغروب، سمع سوهو صوت بكاء شجي. كان حصان صغير أبيض كالثلج مستلقيا على الأرض مقطوع الأنفاس. ما الذي جرى؟ هل أنت مريض؟ سوف يأكلك الثعلب. أين أمك؟ سوف أخذك معي، لا تخف. هيا تعال معي، سوف نذهب. هيا تعال. وهكذا بدأ سوهو العيش مع الحصان الأبيض، وأسمى سوهو الحصان الأبيض هاروها، وراح يعتني بهاروها بكل جهده. ويوما بعد يوم أصبح هاروها أقوى وأكبر، وأينما ذهب سوهو أثناء النهار ذهب هاروها معه، وجروا سويا واعتنوا بالخراف في الحقول المترامية. كانوا مثل الإخوة. وفي إحدى الليالي ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ماذا هناك؟ الذئب؟ انتظر انتظر أيها الذئب، لن تفلت مني، ابتعد. شكرا لك يا صديقي، شكرا لك، شكرا لك. كانت الحقول مغطاة ببساط أخضر، وكان ماء النهر دافئا. وفي أحد فصول الربيع، لدي أخبار سارة. هناك مسابقة خيول. مسابقة خيول؟ ماذا سيقدم للفائز؟ سيتزوج الأميرة؟ أراد سوهو أن يشاهد الجميع مهارته بركوب الحصان. هيا بنا، أنا متأكد من أننا سنفوز بالسباق. هيا. انظر يا حصاني، هذه هي مدينة راما، وبعد قليل سيبدأ السباق، استعد. وأخيرا ستعلن بداية المسابقة. انطلقوا. الشباب في جميع أنحاء منغوليا رفعوا أصواتهم في نفس الوقت. هيا يا هاروها، هيا أسرع أسرع أسرع. وانطلقت جميع الخيول، أما هاروها فقد انطلق مثل الرصاصة. سوهو كان راكبا هاروها.
هاروها أسرع، لم يبقى إلا القليل، أسرع. الحصان الأبيض هو الفائز، أحضروه إلى هنا حالا. أبرك سيدي. الملك والأميرة كانا متشوقين ليريا الشاب الصغير الذي سيظهر. طاب يومك يا سيدي. ما هذا؟ ما أقدر هذا الراعي؟ لا 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 لا، لا أستطيع أن أزوجه من ابنتي أبدا. أعطوه بعض النقود الذهبية وليترك الحصان وليغادر في الحال. هيا. لا 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 أستطيع، هذا الحصان ملكي. ماذا تقول؟ تعترض على أمري أيها الراعي؟ أقبض علي. لا لا لم أفعل شيئا، اتركوني. وذهبت نداءات سوهو سدى، حيث أخذ الحصان وبقي سوهو مغميا عليه. ولشدة حزنه وألمه على فراق هاروها، أصبح سوهو طريح الفراش، تهتم به جدته وتعالجه حتى شفي من المرض، ولكن الحزن لم يغادره أبدا. وفي يوم من الأيام قرر الملك أن يجرب الحصان الأبيض أمام حشد من حاشيته. جاء دورك أيها الحصان الأبيض، سوف أمتطيك وأسابق بك الريح. هيا هيا انطلق انطلق بي. وجرى هاروها بسرعة مثل الريح. ولكن هاروها كان ضعيفا جدا، وفي الصباح التالي مات هاروها. سوهو كان حزينا جدا، ومن كثرة بكائه جفت دموعه ونسي غناءه المفضل وفكر فقط بهاروها. سوهو أرجوك اصنع قيثارة من جسمي، وهكذا سأكون معك دائما. بدأ سوهو حالا بصنع القيثارة كما أوصاه هاروها، ووضع وجه هاروها على عنق القيثارة. لقد صنعتها، صنعتها مثل ما علمتني يا هاروها. عزف سوهو الجميل ملأ آذان الرعاة، فارتاح الجميع بعد يوم شاق. شعر سوهو بأن هاروها هو دائما معه، ومضى يعزف على القيثارة إلى الأبد.
سمع الجميع في منغوليا عن القيثارة التي صنعها سوهو. لقد عرفت هذه القيثارة بقيثارة رأس الحصان، ولا تزال هذه التسمية شائعة عند الشعب المنغولي.